هيدي أساس المشكلة. بواخر الكهرباء منا مناقصة، تقاريرنا موجودين. إذا نحن مغلطين كان مفروض نتحاسب. هي عبارة عن صفقة متحركة، تصور دفتر شروط بخمس وراق بدك تعمل فيه مناقصة بقيمة تقديرية 1,500,000,000 دولار. مخالفات إدارية وقانونية لقانون المحاسبة العمومية تدل على إصرار أو مناقصة الكهرباء بتمشي بيكون نتيجتها عرض وحيد أو ما بتمشي. لف الكهرباء بواخر ما كان مسموح يمرق إذا ما بيمشي بعرض وحيد. ملف الفيول ما كان مسموح يمرق إذا ما بيقطع بالمتعاقد الحالي.